الملفت الجيد في المساله بالنسبه لنا احنا كمصر انه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان متلائس الجلسه النهارده الحواريه اللي هي المائده المستديره. مصر طرحت افكار كثيره جدا في كل التجمعات اللي حضرتها في الفتره الاخيره فيما يتعلق بالمناخ تحديدا، لانه مصر ستراس كما تعلم قمه المناخ بالضبط كده في نوفمبر المقبل. والرئيس للامانه في المؤتمرات الاخيره يمكن في السنه من اول ما تولى رئاسه الاتحاد الافريقي مرورا بالسنتين او سنه ونص اللي عدوا، لانه تولت جنوب افريقيا بعدين ثم السنغال دلوقتي سوري جنوب افريقيا ثم الكونغو واخيرا السنغال، وهي فكره انه كيف يمكن للافريقي ان تحصل على حقها الطبيعي في علاقتها مع المجتمع الدولي. ولذلك الرئيس في كل كلماته اللي كان او محادثاته مع الدول الكبرى كان بيتكلم على ان على العالم الغربي المتقدم ان يفي بتعهداته فيما يتعلق بالتمويل الذي وعد به، الوعود اللي اتقالت لنا وما اتنفذتش كفرقه، انه يساعد في البنيه التحتيه فيما يتعلق بتمهيد الامور، انك انت تعمل طاقه نظيفه ماشي، انك انت تبتدي تعمل التحول الرقمي مثلا، دي قضايا جديده.